طلبني. كيف تعرفت على زوجتك؟ خيرك ذكرتك في حاجه. خيرك حزين هلبة. لا ما موقف تعرف على زوجتي موقف غريب شويه. هي زوجتي طبعا بنت سيدي. بنت سيدك يعني؟ بنت عمي. بنت عمك. ويسكنوا في منطقه اسمها ام مرزم. ام مرزم. ام مرزم. وانا في بنغازي. سافرت كم مره فالشباب يقول يا عبد السلام. ام مرزم في بنغازي في موجوده. بعد درنا. أوكي. بعد مدينه درنا يعني. منطقه نغادي. فالشباب يقول يا عبد السلام انت خلاص تزوج خلاص تزوج والحاجه يضر والحاجه تضر وانا ما نبيش مش حاطه في بالي موضوع الزواج لان الفن الممثل انا حمار اجتماعيا. ما نعرفش نجامل في الاجتماعيات لا نعرف نمشي العزال ولا نعرف نمشي فرح ولا نعرف حد يمرض نمشي له ولا مش لاني انا ما نبيش نمشي. لا لاني انا عندي فن. انا نحب ندير فن. والفن ياخذ الوقت كله مستحيل انك تطلع في الصبح وتروح الساعه 3 باش تمشي تعزف لا ما نعرفش. فكنت طلع موضوع الزواج هذا مره فمشيت في يوم مشيت عند عمي شفت انا ما حتى عجبتني لكن بحثت هيك قاعد بحث فيها طبعا ضروري تمقر شو تمقر يعني تشوف تشوف كل شيء تشوف جميع الجوانب تكحل يعني تكحل كحلتها كحلت بنت عمك كحلت بنت عمك خليك فخور هلبة فخور هلبة باللي درته طبعا كحلت كحلت بنت عمي عجبتني نفس القميزة هذيك كحلت فيها لا من روشن من الروشن شنو كانت تدير في كسكسو كسكسي كسكسي كسكسو كسكسو باللهجة الشرقاوية كسكسو كسكسو فكانت دي فعجبتني ادير كسكسو كويس لقيتها تسيق غابه ناشطه كويس خشت نظفت شاف حمامات هني لا تمام تطلع تخش هني هي مش في بالها مسكينه هنا قاعد نكح مع كامل احترامي لك بنقطعك في حاجه حسيتها كان اختيارك على حسب ايش تدير وكيف تنظف وكيف تطيب لا بالعكس لا بالعكس يعني هذه انا نعرف فيها حاجه مهينه للمراه انها يتم اختيارها ان هي ناشطه او تضم لا انا استفزني الموضوع شويه لان هي انت ناشطه وتضمي تنبال تنبال زي ما فيش اي الحمد لله رب العالمين مشاكل خليني من النشاط والضم لا يعني انا هي بنت عمي ونعرفها يعني نعرف اخلاقها نعرف تربيتها زمان وهي صغيرة زمان وهي صغيرة طاحت انحلت فيها هنا فاتحة منها أنا اللي شلتها المستشفى شايلك شايلك كانت في ماشي بها المستشفى يعني حب طفولة لا أنا كنت كبير مش كنت طفلة ذاك الوقت هي كانت طفلة كم فرق العمر بينك وبين زوجتك؟ تقريبا 9 سنوات تقريبا 9 يعني هي كانت 10 سنين تكون 19 سنة تقريبا لا هي كانت مثلا نقولوا 4 سنين وانا عمري 14 هيك يعني صغيره كانت مش كبيره ذاك الوقت هيك تولوا 10 مش 9 سنين يعني 9 يا 10 من يعني هي لما هي كانت 9 انت لما هي 4 انت تكون مش 14 هيك 10 16 13 13 وب احمر في الحساب انا هلا يجي بفاشل في التسجيل فنعرفها كويس فطلعنا طالع درت تليفون لامي امي الو شنو حالك شو اخبارك وينك مش باينه دد 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 دد. وانت اللي قالت لي انت وين انت اللي ذايح وين قاعد؟ طبعا ما كنتش نقعد بالكل في الحوش. قلت لها اسمع راهو في وفي 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 وكلمي وشوفي برنامجك كيف. وردي علي كلمت كلمت عمي كلمت اللي هي عمتي ودووا مع بعضهم واتفقوا وانتهى الموضوع و... جوزتها وزرت زرت ما عادش في على حل شعري يعني خلاص عندك أطفال؟ لا مازال إن شاء الله ربي يرزقك إن شاء الله طبعا اليوم عبسي فاجأتني بعفويتك بركة وسلاستك وخف ضلك